الأطفال دائما هم القطاع الأكثر ضعفا والأكثر تأثرا بالأحوال المعيشية والإنسانية. حاولنا من جوه مخيم غزة في محافظة البقاع هنا في لبنان أن نرصد واقع الأطفال وما يعانوه كما يشعرون هم به. تعرف بيك حبيبتي؟ اسمك ايه؟ دلال. اتمنى بكون عندي صندل ولباس. عايزة لبس لونه ايه بقى؟ عايزة فستان يعني ولا عايزة بلوزة؟ نفسي فستان. فستان لونه ايه؟ ازرق. عايزة فستان لونه ازرق؟ بتحب اللون الازرق يعني؟ قوليلي في الشتاء بتبقي بردانة مش بتلاقي غطا كفاية يعني؟ ايه تبقي بردانة في الشتاء؟ برد فيه. بتنزل عليكم مية من السقف؟ ايه. والارض بتبقى فيها مية برضو؟ بس هاي من هون. من هون. ساعات ما بتقدريش تطلعي برا؟ ايه. بتلعبي ولا مفيش حتة تلعبي فيها؟ ما في. بحب العب شو اسمه حجلة. حجلة صح؟ حجلة. نفسك تلعبي ايه تاني؟ مرجوحة. مرجوحة؟ انتي عايزة تطلعي ايه؟ اكبر. عايزة دكتورة؟ تعالج الاطفال ولا الكبار؟ الاطفال. ولان في اكل عايزة تاكليه ومش لاقيه. ايه؟ عايزة. ايه بقى؟ شو اسم البطاطا؟ الايه؟ البطاطا. بتاكلي بطاطا؟ طب وايه اللي مش بتاكليه؟ شو؟ يعني انتي عايزة تاكلي ايه ومش لاقيه؟ شو بدك يعني؟ باكل رز. تاكلي رز وتاكلي بطاطا. ما زلنا هنا داخل مخيم غزة، احد المخيمات التي تستضيفها اللاجئين السوريين. بنحاول على قدر المستطاع نرصد الاوضاع الانسانية داخل المخيم والمعاناة التي يعانون منها. سمسار. ايه اللي نفسك تشتريه؟ بطاطا وبوزة. طب ايه الحاجة اللي انت بتشوفيها مثلا في التلفزيون وعايزة تشتريها؟ هي لبس. نفسك في لبس؟ صندل. صندل لونه ايه؟ لونه زهري. عايزه صندل زهري. مش عاجبك انت الشبشب ده. وعايزه ايه؟ فستان. ايه. وعايزه ايه تاني؟ خلاص. ايه اكل تعوزيه كمان؟ اكل من الدكان. البطاطا والعصير. وبنفسك تاكلي ايه؟ اللحمة. بتشربيش لبن؟ لا. انت بتحبي سوريا اكتر ولا هنا اكتر؟ سوريا. نفسك ترجعي هناك؟ ايه. وعايزة تطلعي تشتغلي ايه لما تكبري؟ هيا الله. نحن الآن داخل مخيم عين الحلوة الذي يستضيف 80,000 لاجئ فلسطيني. هو على مساحة 2 كيلومتر مربع. جينا هنا نرصد الأوضاع لأنه هو المخيم الذي يوصف بالأخطر ضمن المخيمات الفلسطينية. أنا اسمي رهف. رهف إيه؟ رهف حسن درويش. أنت في الصف الكام؟ بتروحي مدرسة ولا لا؟ لا. قولي لي يا رهف، أنت نفسك في إيه؟ إيه الشبشب الحلو اللي أنت لابساه ده؟ قولي لي أنت نفسك في إيه؟ نفسك تشتري ايه يعني من السوق؟ نفسي اشتري فستق حلق. حلق؟ اه. نفسي كمان اشتري اسوارات وساعة. اسوارة وساعة واكسسوارات وكده. وفي اكل نفسك فيه؟ اه. ايه بقى الاكل اللي نفسك فيه؟ بحب اكل مثل الرز. رز؟ مش مامتك بتعمل رز؟ طب ايه الحاجة اللي مش بتعملها مامتك ونفسك ان مامتك تعملها؟ ما بتعمل لي اياه ماما، هو انه انا بس اللي باكل الحاجة بس فيه ذرة. بتاكلي ذرة؟ ايه الحاجة اللي مامتك مش بتعملها بقى؟ ما بتعمل لي الشيء اللي بحبه انا. اللي هو ايه بقى؟ ايه اللي بتحبيه انت؟ الرز والشي تاني. طب قولي لي لما تكبري عايزه تبقي ايه؟ اخترتي ايه؟ دكتوره. نفسك تروحي المدرسه؟ ايه. نفسك؟ ايه. طب قولي لي ايه اللبس اللي نفسك تشتريه؟ نفسي اشتري فستان هيك يكون حلو جميل. لونه ايه؟
لونه زهري. زهري؟ طب والجزمة عاجبك الشبشب ولا نفسك في جزمة؟ نفسي اشتري هيك مثل هاي بس سكربيلي. انت عندك جزمة؟ لا. امال بتلبسي ايه في الشتاء؟ بتفضلي بردانة؟ تبقي بردانة؟ طب بتقولي لمامتك انك بردانة؟ هي بتدفيني وبتعملي شيء اكل. ان شاء الله هتطلعي دكتورة احسن دكتور. علي درويش. علي درويش. انت في الصف الكام؟ ما بتروحش المدرسة؟ لا. طب انت نفسك تطلع ايه؟ يعني نفسك تشتغل ايه لما تكبر؟ دكتور تعالج الاطفال وكده. نفسك تشتري ايه؟ اواعي. اواعي. عايز ايه في الاواعي؟ بنطلون ولا جاكيت ولا قميص؟ قميص. لونه ايه؟ احمر. احمر. وعايز جزمة؟ نفسك في جزمة. نفسك في لعبة تشتريها؟ سبايدر مان. ايه الاكل اللي انت بتحبه؟ الشوكولاتة؟ زياد يوسف الفارس. قولي انت نفسك تبقى ايه لما تكبر؟ مهندس. نفسك ايه؟ الالعاب بتطلع على التلفزيون. نفسك اشتري الالعاب زي ايه؟ الكمبيوتر مثلا؟ بيضايقك ان الكهرباء بتقطع من هنا؟ بتقطع كتير. نحدثكم من مخيم صبرا وشتيلة والمرتبط تاريخيا بالمجزرة الشهيرة، مجزرة صبرا وشتيلة التي وقعت عام 1982 واستمرت لثلاثة أيام. نرصد هنا أوضاع اللاجئين خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية، وهم الفئة الأضعف والفئة الأكثر تضررا جراء الأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية. أنت في الصف الكام؟ خامس. لسه بتتعلم ولا؟ لا، وقفت الدراسة. ساعد أبوي بالمحل. انت بتقف هنا في المحل اللي تبيع يعني حاجات وكده؟ ايه مظبوط. قولي انت يعني احكي لي عن معاناة الاطفال هنا، يعني ازاي انت بتشوف الحياة، بتوصفها بايه هنا؟ يعني صعبة عليك؟ فيها مشكلات؟ فيها حاجات نفسك ان هي تتحل؟ في عالم ما معها تاكل، فقراء كتير، وفي عالم مريضة بس بتضلهم بالشوارع ومع المصاري بس. انت هنا بتبيع بتلاقي ناس تشتري منك كتير؟ قليل، ما في شغل، ما فيش حد عايز يشتري، ما في، قليل. طب قول لي انت كان نفسك تكمل تعليم؟ ايه كان نفسي. كنت عايز تطلع ايه بقى؟ دكتور، استاذ حياه. يعني في منظمات بتيجي هنا زي الأنروا، المنظمات الأمم المتحدة، بس ما بساعدونا بشيء. هلا ما عم يعطونا شيء. مش مكافي. ما. مش كافي. والدراسة كانت كويسة؟ المدرسين بيساعدوك ولا؟ في منهم ما منح وفي منهم منح مدرسين. في منهم بضربوا، في منهم عصبيين. يضربوا؟ إيه. طب أنت ما كنتش بتشتكي لأسرتك وأسرتك تشتكي؟ مرة اشتكيت على الأمم عشان ضربوني بالمدرسة. ضربوك ليه؟ عشان درس. يضربوك ازاي يعني؟ على وشك ولا؟ لا، بالعصاية. منتشر الضرب يعني؟ بيحصل كتير؟ ايه، في ضرب كتير عم يحصل. ده بيخلي ده بيأثر عليكم ان انتم مش عايزين تروحوا المدرسة مثلا ولا ايه؟ مظبوط. خلوكوش نفسكوا تتعلموا؟ ما بخلونا. نفسك في ايه يتحقق؟ نفسي يرجع الوضع مثل ما كان، العالم يصير معه مصاري بس، ترجع الحياه مثل ما كانت، كل واحد يرجع على بيته وعلى اهله. من امتى انت حسيت ان الدنيا بتضيق قوي او الظروف بتزداد سوء يعني؟ لما جيت على لبنان. من كم سنه انت؟ صار لي 10 سنين هون. من 10 سنين وانت مش مستريح؟ مظبوط. ولدين وبنتين. لا، 3 اولاد وبنتين.
يعني انتوا كلكم خمسه. انا اكبر شيء. انت السادس. حاسس ان انت متحمل مسؤوليتهم مع باباك؟ مع ابوي. هما بيتعلموا؟ بيتعلموا بيدرسوا؟ مين اهلي؟ اخواتي. اخواتي لا، في عندي اخت مريضه. مريضه بايه؟ ما نقص بالعقل، ما بتفهم كتير، ما بتحكي زياده. بتتعالج؟ لا ما في حدا هون بيعالجها. انتوا تاثرتوا هنا بكورونا؟ يعني كتيره منتشره؟ لا في المخيم ككل. ما في كورونا بالمخيم، برا هون ما في كورونا. مش بتستخدم مطهرات كحول؟ لا في كحول وكمامات. اول بتستخدمهم؟ ايه. مش شايفاك لابس كمان؟ هلا ما في راحه. ربنا معاك ان شاء الله وتبقى ظروفك ان شاء الله. انت ساكنه في المخيم هنا؟ ايه. عندك كام سنه؟ انا عمري 7. بتتعلمي؟ تروحي مدرسه؟ ايه. انا الصف الكام؟ نحن بس انا الصف الاول، كنت انا واخوي حماده. ما بتلبسيش كمامه ولا بتستخدمي مطهرات؟ عارفه ان في كورونا؟ لا. مش عارفه ان في كورونا؟ لا، لانه نحن لما كان نحن ما عندنا كمامات لنلبسهم، وهي الكورونا هيك يعني اذا الواحد ما بيحط كمامه بيلقطه. كمان نحن اخواتي، كمان اخوي الصغير كلهم يعني اخواتي ما عندهم شيء ويلبسوه. بتخرجي تلعبي؟ بيمنعوني العب مع اخواتي برا يعني. العب ما فيش مكان عشان السلوك دي بيخافوا عليكي. ايه. نفسك يعني عايزه حته تلعبي فيها؟ ايه. ما عندكيش لعب؟ ما عندكيش عروسه؟ ما عندي شيء. انت روحي على البيت، ما في شيء. بتاكلي كويس؟ لا اكلي مش كويس. وانت لابسه شبشب، نفسك في جزمه كمان؟ ما عندي شيء. عايزه تلبسي حاجه كويسه؟ ايه بدي البس. ان شاء الله ربنا هيبعت لك كل شيء. يا امين. اسمك؟ محمد. الصف الكام؟ لا ما بدرس. ليه؟ ما انا مصاري لحتى افوت على المدرسه. بس انت كان نفسك تتعلم؟ نفسك تتعلم؟ ايه. نفسك تطلع ايه؟ نفسي اطلع بدرس. نفسك تطلع مدرس ولا دكتور ولا؟ مدرس. قولي ايه التعب اللي انت شايفه هنا يا محمد؟ والله باي ما عم يشتغلوا، ما في وما عم تغسل كلى، وما في شو اسمه. ليك كام اخوات؟ نحن 6. كلكم مش بتتعلموا؟ كلنا ما بنتعلم. مش بيجي حد يساعدكم؟ يعني اقصد يديكم مساعدات؟ لا ما في حدا، ما في حدا عم يعطينا مساعدات ابدا. ما انتوا عايشين ازاي؟ عايشين وانا عم اشتغل لحتى اساعد. نفسك تشتري ايه يا محمد؟ ها؟ نفسك تشتري ايه؟ نشتري بيت بنقعد فيه. انت دلوقتي قاعد في بيت صغير؟ بيت صغير، كتير صغير. كام اوضه؟ اوضه واحده وصاله بس. عندكم كهرباء؟ لا ما عندنا كهرباء. ما عندكمش؟ والميه؟ عندك ميه تشربها؟ نشرب. تتمنى ايه يعني؟ نتمنى نروح على بلدنا نعيش فيه. بس بيتنا ضربت الطياره، ما في عندنا بيت. ربنا معاك ان شاء الله تحقق كل ان شاء الله. اللاجئين بشكل عام هم الشريحة الأضعف في المجتمع، تأثروا بسبب الأزمات الاقتصادية. هم بالأصل ينقصهم الكثير من الخدمات، أحلام الأطفال ما بين الملبس، المأكل. منهم من يحلم بالمدرسة أو بيوم دراسي طبيعي كمثل غيره من الأطفال.